قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات في كل أنحاء الأرض، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، يسعدني ويشرفني أن أقدمها في هذه الأيام للبشرية بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة. لا أقدم هذا الموضوع الخطير الآن من باب الترف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الكلمات وفقط بعيدا عن الأحوال والأفعال، كلا، فما أيسر التنظير. لكنني أقدمها الآن لإخواني وأخواتي لنحصل زادا علميا رائقا واضحا بينا، ليدفعنا هذا الزاد لنعمل عملا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، لا سيما وأن فقه المرحلة التي نعيشها الآن يتطلب منا أن نكون على بصيرة بأحداث النهاية. والإيمان باليوم الآخر وبما يرتبط به من أحداث، من علامات صغرى وعلامات كبرى، وبما يسبقه من الفتن والملاحم، الإيمان بهذا اليوم ركن
من أركان الإيمان بالله جل وعلا. نعم، فنحن نتحدث عن ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان الإنسان إلا به، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به من أحداث سأبينها إن شاء الله تعالى على سبيل التفصيل، ركن من أركان الإيمان بالله الجليل جل جلاله. نعم أيها الأحبة، أقدم أحداث النهاية في هذه الآونة وفي هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات، أقدم أحداث النهاية في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، بل وانشغل فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات، وكثرت فيه الذنوب، وتراكمت فيه العيوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا أقدمها الآن هروبا من الواقع، لا، بل أقدمها تصحيحا للواقع. لا أقدم الآن أحداث النهاية هروبا من الواقع، لا، بل أقدمها الآن تصحيحا للواقع، ذلكم الواقع النازف الذي تجسد دماؤه المسفوحة وأشلاؤه الممزقة قصة البشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وهي تئن من الألم، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن منهج الله جل وعلا وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فقدت كل شيء. الواقع الآن يبين أن كثيرا من الناس يتعاملون في هذه الحياة الدنيا وكأن الحياة تنتهي بالموت، ولا يتصور هؤلاء أن بعد الموت بعثا، وسيقفون بين يدي الملك الحق تبارك وتعالى للسؤال والمحاسبة عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، نصحح بهذه الموضوعات المهمة واقعا مزريا أليما يتعامل فيه الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة وحشية، بل أنا أقسم بالله ربما يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. لقد تناسى كثير من الناس هذه اللحظة التي سيعرضون فيها على الحق تبارك وتعالى، وراح الكل يسابق الريح ويسابق الزمن للحصول على أي مكسب، ولو على حساب إخوانه، ولو على حساب البشرية كلها، ولو سفك الدماء، ولو مزق الأشلاء، لا أقول ولو هدم بيتا أو مدرسة أو مصنعة، بل ولو أزال دولة من الدول، بل ولو أباد آلاف البشر. نعم، فقتل امرئ
في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. وأقول لقد كثر الحديث، لقد كثر الحديث بالفعل في هذه السنوات القليلة الماضية عن أحداث النهاية، عن الملاحم والمعارك والأمارات والعلامات التي ستقع بين يدي ساعة. تكلم كثير من الكتاب وكثير من الأدباء والصحفيين، بل والقادة والمفكرين فضلا عن العلماء من المسلمين وغير المسلمين، والمتتبع والمطالع لما يطبع من نشرات وكتب وجرائد وما يكتب عبر شبكة الإنترنت وما يذاع عبر الفضائيات، يؤكد أن وتيرة الحديث عن أحداث النهاية قد ارتفعت بصورة ملحوظة، لا سيما وقد ارتفعت بالفعل على أرض الواقع حدة المعارك، حدة المعارك المسلحة التي تستخدم أخطر ما وصلت إليه الآلة الحربية الحديثة. تقول على سبيل المثال الكاتبة الأمريكية الشهيرة جاريس هالسل، تقول بأنهم يؤمنون كمسيحيين، على حد تعبيرها إنهم يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي وسيتوج بعودة المسيح إلى الأرض. يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تسمى هرمجدون، وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض ليحكم بعودته على الأحياء والأموات على حد سواء. هذا كلام ينبغي أن نفكر فيه. ويقول أورال روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن، كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، ستقام المعركة العالمية الكبرى هرمجدون أو معركة سهل مجيد. يقول كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، فستقام المعركة العالمية الكبرى معركة هرمجدون أو معركة سهل مجيد. بل وأظن أنكم جميعا تعرفون القصة الأمريكية الشهير جيمي سواجرت في مناظرته الشهيرة مع الشيخ أحمد ديدات. هذا القس الأمريكي يقول كنت أتمنى أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، كنت أتمنى أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، لكنني أؤمن، يقول لكنني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة وسيخاض غمارها في وادي مجيد، إنها قادمة، فليوقعوا ما يريدون من اتفاقيات السلام لن يحققوا شيئا. يقول فهناك أيام سوداء مقبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل في سفر الرؤيا في الإصحاح 16، في سفر الرؤيا في الإصحاح 16 فقرة تقول
وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هرمجدون، وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هرمجدون. أقول هذه الكلمات، بل ولو تتبعنا غيرها لوجدنا الكثير 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 في هذه السنوات القليلة الماضية على وجه التحديد تتحدث بوتيرة مرتفعة كما اتضح لحضراتكم عن أحداث الملاحم والمعارك الأخيرة التي ستقع بين يدي ساعة. لكنني أؤكد لإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أن لفظة هرمجدون هي لفظة عبرية تتكون من مقطعين، هر ومجدون أو مجيد، وهر باللغة العبرية تسمى جبل، ومجدون اسم مكان في فلسطين، وادي أو جبل في فلسطين. لكن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت في السنة الصحيحة، لكن لقد تحدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أحداث النهاية وعن الساعة وعن علاماتها وعن أشراطها، بل وتحدث عن الملاحم والمعارك التي ستقع بين يدي الساعة، بل وذكر الملحمة الكبرى والمعركة الحاسمة الفاصلة التي ستقع بين يدي الساعة أو في آخر أيام هذه الدنيا، بل ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مراحل سير المعركة وحدد عليه الصلاة والسلام أين تدور رحاها، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا كلام خطير. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الواقع الذي يعيشه العالم الآن. نعم، سترون العجب العجاب، سترون في هذه السلسلة العجب العجاب. سأؤكد لحضراتكم بالدليل من كلام النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم أن ما ترونه الآن بأعينكم وما تستمعون إليه الآن في وكالات الأنباء وعبر الفضائيات ونشرات الأخبار قد تحدث عنه النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. ستسمعون العجب العجاب في هذه السلسلة القادمة في أحداث النهاية. تدبر معي على سبيل المثال، وسأرجع إلى هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يعني حديث في أعلى درجات الصحة، خلي بالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم. الروم من الروم؟ الروم أو بنو الأصفر، امتدادهم الآن في العصر الحديث الأوروبيون والأمريكيون، نسل بني الأصفر، أوروبا وأمريكا. تدبر معي كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. أين الأعماق هذه؟ بالأعماق أو بدابق. الأعماق أو دابق قلب بلاد الشام، قلب بلاد الشام. بل لقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى هاتين الكلمتين النبويتين، الأعماق ودابق. فوجدت في قواميس اللغة القديمة أن الأعماق مكان في حلب في سوريا، وأنطاكية أو أنطاكية مكان في تركيا،
صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه وسوء. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. يا الله، اسمع البشرى دي. قال: فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ. فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا أي للقتال، إذا استعد الفريقان والجيشان للنزال وللمقاتلة وللتلاحم ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة، قالت الروم، هكذا يقول الصادق، قالت الروم أي للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. إيه ده؟ ما معنى هذا؟ خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه الكلمات النبوية دليل على أن كثيرا من أهل الروم من الأوروبيين والأمريكيين بلغة العصر سيسلمون لله تبارك وتعالى ويؤمنون به ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون إلى صفوف المسلمين ويقاتلون مع المسلمين، أنهم صاروا منهم. تدبر حتى لا تملأ قلبك بالهزيمة، لترفع رأسك، لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، أن الجولة القادمة بالتفصيل النبوي ستكون لدين محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم وددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله. والحمد لله الذي قدر لنا أن أتطرق لأحداث النهاية لأبين لحضراتكم هذه الجزئيات التي أفكر فيها الآن كثير من إخواني وأخواتي مع هذا الواقع النازف والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض، بل ولهذه الحملة الإعلامية من غير المسلمين، بل من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا: كيف يمكن لهذا الدين؟ ومتى؟ وكيف ينصر هذا الدين؟ والكل يحترق قلبه، يريد أن يرى بعينه بشائر النصر، ويريد أن يسمع بأذنه أخبار النصر والتمكين. الله جل وعلا لا يعجل لعجلة أحد، وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله تبارك وتعالى، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله تبارك وتعالى، وليس أحد أرحم بالمستضعفين الذين يقتلون وتسفح دماؤهم وتمزق أشلاؤهم من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ولو غابت عنا الحكم أيها الإخوة والأخوات فلا تغيب أبدا عن أحكم الحاكمين جل جلاله. أخي الحبيب، كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، بل في أي فعل تفعله، وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة وعمن وهب الحكماء في الأرض الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. معلش ارجع معايا تاني، ما تزعلش، ارجع للحديث. انا عارف ان انت مشدود، عاوز تعرف ايه الحكاية، ايه القصة، كيف يمكن لهذا الدين. ارجع شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم. ها، عيش معايا بقى وركز قوي. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق. عرفت الاعماق فين؟ ها، في قلب الشام، في قلب بلاد الشام. ما هم أهل الشام في رباط إلى يوم القيامة، وهذه الأرض التي ستحدث عليها الملاحم والمعارك الكبرى بين يدي الساعة كما سأبين إن شاء الله تعالى. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فإذا تصافوا أي للقتال
يخرج فيخرج إليهم يومئذ جيش من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصفوا للقتال قالت الروم أي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني أخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من الروم ابتداء، ولكن الله شرح صدورهم للإسلام انتهاء فانضموا لصفوف المسلمين بفضل الله جل وعلا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فقل المسلمون لا والله لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، خلاص أسلموا الله تبارك وتعالى، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال صلى الله عليه وسلم فيقاتلونهم، يبدأ القتال. شايف الوصف الدقيق، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أول ثلث في الجيش الإسلامي يهزم، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ليه؟ ليه؟ ده في القتال وشالين السيوف أو الأسلحة على تفصيل سأبينه إن شاء الله تعالى. ليه لا يتوب الله عليهم أبدا؟ ليه؟ ثبت في رواية أخرى في صحيح مسلم سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى أن هذا الثلث من الجيش قد ارتد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمام الفتنة ارتد، نكص على عقبيه وترك الدين بالكلية. ولذلك قال سيد البشرية فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ردة. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق والدين حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. ولذلك أوعى تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى أن تفتح صدرك الفتن وأنت تقول لا أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر في قلب، لا 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 لا، لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأنك لا تدري في وقت الابتلاء هل ستصبر أم ستنكص على عقبيك، لا تدري إذا قابلت العدو أنك ستثبت أم ستنكص على عقبيك. ولذلك قال الصادق لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إن قدر الله عز وجل اللقاء فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ده الثلث الأول في الجيش الإسلامي في المعركة الفاصلة الحاسمة الأخيرة دي. طيب الثلث الثاني، قال الصادق صلى الله عليه وسلم ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. يا الله، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. خلي بالك الشهادة دي لها أصفياء، الذي يموت شهيدا شهيدا، لأنه ليس كل من سقط في الميدان شهيدا، خلي بالك من دي، ليس كل من مات في أرض المعارك يعد عند الله تبارك وتعالى من الشهداء، لا، بل قد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران. إيه ده بتقول إيه يا عم الشيخ؟ بقول لحضرتك قد يقتل في الميدان وهو عند الله من أهل النيران، لأن الأعمال بالنيات. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ملوش حاجة يعني له في الدنيا ما أراد، هو يريد أن يكون بطلا، يريد أن يكون جريئا، يريد أن يكون شجاعا، يريد أن تشير إليه وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، يريد أن يصور هنا أو هناك أو هناك، خلاص هذا ما يريده وقد أخذه في الدنيا، لكن لا شيء له عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. لقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والحديث في البخاري ومسلم، أشاروا إلى رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها، فضربها بسيفه، ده راجل بطل، ده فارس مغوار.
قال النبي المختار هو في النار. يا رب سلم، شيل السيف ويقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الموحدين، يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير، هو في النار. مش ممكن. قال احد الصحابة انا اتيكم بخبره، لازم اشوف ايه القصة دي. فتبع الرجل، اذا جرى جرى معه، واذا وقف وقف معه، ظل يراقبه مراقبة شديدة، وصار ملازما له ملازمة الظل لصاحبه، الى ان اصيب هذا الرجل بسهم، سهم طائش كده اصابه، فلم يتحمل هذا الرجل الالم، فوضع رمحه في الارض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. يا الله. فعاد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد انك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره. فقال النبي حديثه الجميل الذي تعرفونه جميعا: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني ممكن ربنا يرزقني درجة الشهادة بصدقك، والله العظيم بالصدق، قد تكتب عند الله في الشهداء، والله قد يكتب الرجل عند الله تبارك وتعالى في الشهداء بصدقه. ففي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ينال الشهادة بصدقه وإن مات على فراشه. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا الله، شايف الرواية؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران، كما ذكرت حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طب ارجع معاه للرواية، قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. طب والثلث الثالث بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويفتتح الثلث، يعني الثلث المتبقي، ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي، قتل الثلث الثاني من الجيش الإسلامي، تبقى الثلث الثالث والأخير. قال: فيفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا. الله، يا الله، لا يفتنون أبدا، ما فيش أي فتنة تؤثر في هذه الصفوة الكريمة. ده غربلة خطيرة جدا. شوف خلاصة الخلاصة بقى، لا إله إلا الله. الرواية الثانية اللي وعدتكم بيها في صحيح مسلم من حديث يسير ابن جابر، عن يسير ابن جابر قال، والله تخلي بالك معي، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. انت متصور لما تشوف ريح، حين ترى ريحا عاتية وتملأ الجو من حولك بالغبار الأحمر، رعب يقلع القلوب بمجرد ما بتقوم الرياح فقط، ويعني تنثر الرماد الأصفر هذا الذي نراه هنا ولا تكتر شيئا، القلب ينخلع. والريح جندي من جنود الله تبارك وتعالى، أهلك الله عز وجل بالريح أقواما. وأما عاد فأهلكوا بريح
بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تدبر القرآن، الريح آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح يفزع، وهو من هو يقوم يخرج ويدخل لا يقعد، فيسأل فيقول عليه الصلاة والسلام أخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور. إلى هذا الحد بأبي هو وأمي وروحي، وهو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خلي بالك معايا، بيقول يسير بن جابر هاجت ريح حمراء بالكوفة، يا الله، فجاء رجل ليس له هجيري، يعني رجل صوته عالي جدا مش مفهوم الكلام من الانفعال ومن القلق ومن الخوف، رجل بقى شاف المشهد ده وجاي بيدور على مين، على صحابي من أئمة الصحابة وعالم من علماء الصحابة، على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، على الغلام المعلم، على ابن مسعود الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالقرآن وقال ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. عبد الله بن مسعود الحبر العالم ده، الرجل جاي بيقول له يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. كان عبد الله بن مسعود متكئا نايم على إحدى جنبي، فاعتدل الله على العلم والعلماء، قال لا لا. ولذلك في الفتن لازم نراجع العلماء، هم اللي عندهم الحق، لأنهم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقعد ابن مسعود وقال لا لا، يعني لم تحن الساعة بعد، لم تقم الساعة بعد، قال لا. اسمع اسمع، خلي بالك خلي بالك، انت هتسمع العجب العجاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ايه الكلام ده؟ بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. الله أكبر. وخلي بالك الحروب الآن الحروب المشتعلة في أنحاء الأرض، وأنتم تعرفونها، الحروب في لبنان، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في السودان، في كل مكان، حروب عقدية دينية. وإن ادعى قادة هذه الحروب الذين يشعلون نيرانها باسم الديمقراطية تارة وباسم الحرية أخرى، هم يعلمون يقينا أنها ليست كذلك. لا أقرر هذا من منطلق نظرية المؤامرة كما يقال، لا، بل من منطلق فهمنا لكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما تخلي بالك من القرآن، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لم يقل لا حتى يخرجوكم من أرضكم، لا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الموحدون على وجه الأرض. فأنا لا أنطلق في هذا التأصيل من نظرية المؤامرة كما يقال، وإنما أنا لست محللا استراتيجيا ولا عسكريا ولا إلى غير ذلك، وإنما أنا أتكلم بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ارجع معي للرواية وما تستعجلش علي، بس عاوزك تركز قوي. وأنت أيتها الفاضلة، أنا أخاطب الأمة كلها في هذه الحلقات التي أسأل الله أن يجعلها نافعة وأن يجعلها دافعة لنا إلى العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى، لأنني لا أقدمها من باب أن نملأ قلوبنا بالتواكل، لا، بل بالتوكل على الله. وإلا فالذي أخبرنا بهذا هو الصادق المصدوق الذي لم يذق طعم الراحة، مع أنه يعلم علم اليقين أن الجولة الأخيرة لدينه حتما بموعود الله سبحانه، ومع ذلك بذل كل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين. فيجب علينا أن نبذل كل ما نملك من أجل نصرة هذا الدين، وأن ندع النتائج لرب العالمين سبحانه وتعالى. جاء رجل ليس له هجيري إلا ليفهم من صوته المرتفع ولا من كلماته المتهدجة المتقطعة إلا يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. فكان متكئا فقعد، قال لا، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيدي نحو الشام وقال رضي الله عنه: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، يسأل يسير بن جابر عبد الله بن مسعود، قلت: الروم تعني؟ ما تخلي بالك، قلت: الروم تعني؟ قال ابن مسعود: نعم نعم. اسمع للتفصيل، شوف الملحمة تبقى ازاي. قال رضي الله عنه: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. التلت الأول في الرواية اللي أنا ذكرتها آنفة، ارتدوا، خرجوا من الدين. قال رضي الله عنه: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. يعني يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين ليكونوا طليعة لهذه المعركة وليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي، ويشترط هؤلاء على أنفسهم ويعاهد هؤلاء ربهم تبارك وتعالى ألا يعودوا إلى صفوف الجيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرا من أمرين: إما النصر وإما الشهادة. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يا نصر يا شهادة. اسمع ماذا قال. قال: فيقتتلون، أي تقاتل هذه الفئة الأعداء، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. يعني ايه يفيء هؤلاء؟ يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين، ولا يتحقق نصر في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين، وتفنى الشرطة، يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو الشهادة. كلام جميل. قال: فإذا كان اليوم الثاني، شوف أيام المعركة النبي بيحددها بكم يوم عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل،
حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. سبحان الله. فإذا كان اليوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، 3 أيام تستمر المعركة لا ينتصر فريق من الفريقين وتفنى كل الفرق أو كل الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي. اسمع، يقول فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد أي نهضوا وتقدموا، فيجعل الله الدبرة عليهم، وفي لفظ فيجعل الله الدائرة عليهم أي على أعداء المسلمين، فيجعل الله الدبرة أو الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها. دي الملحمة الكبرى، سماها الغرب بأسماء مختلفة، لكن أنا بتكلم الآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعنيني أن أقف عند كلمات لهؤلاء أو لهؤلاء، وإنما يعنيني أن أتكلم بثقة مطلقة، وأنا أذكر قال الله، قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها. يا الله، لم يرى مثلها. اسمع، شوف التعبير، يقول حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. يعني ايه؟ يعني من كثرة القتلى في ارض المعركة ومن كثرة الزهم والنتن وتغير الرائحة، الطير في السماء يطير من شدة النتن والزهم، يسقط يخر ميتا، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب الواحد، عيلة كالطلعة للقتال، عيلة كبيرة فيها 100، فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100، فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد. يقول فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فكر كلمة ابن مسعود في الأول، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ. رجل بيصرخ، إيه بيقول إيه؟ وقعت فتنة أكبر من اللي كانوا فيها. يا الله، في فتنة أكبر من دي؟ أيوة، وحنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. إذ جاءهم الصريخ إن الدجال، الله أكبر، إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم أي من الغنائم، يرفضون أي يلقون، خلاص لا حاجة لهم في هذا، فيرفضون ما في أيديهم ويبعثون 10 فوارس طليعة ليستطلعوا الأمر، ليتحققوا من وجود الدجال بالفعل، فيبعثون 10 فوارس طليعة. اسمع والله، تخلي بالك، شوف الصادق المصدوق بيقول ايه، يقول صلى الله عليه وسلم فيبعثون 10 فوارس طليعة، والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. تاني شوف النبي بيقول ايه، إني لأعرف أسماءهم، أسماء هؤلاء 10 من الفرسان، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هنقف عندها، خيول ايه؟ ده في دبابات وفي مدرعات وفي صواريخ وفي طائرات. قل واني لا اعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. وبعدين يقول عليه الصلاة والسلام هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ، هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ.
طيب السلاح ده مختلف، قد يكون لها أكثر من معنى أو مراد، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلاح بسلاح عصره، بسلاح زمانه، هذا قول ولا ينبغي أن نقلل من قدره، بل هو القول المختار عند الكثيرين. والقول الآخر قد تتعطل هذه الأسلحة. كيف بس عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء؟ يعني احنا مش درويش برضو، تعطل ايه الآن؟ سبحان ربي العظيم، تعلمون جميعا أن هذه الأسلحة الآن، وأن جل ما في الكون وفي الأرض يتحرك بالكمبيوتر. ولعلكم تذكرون أن نوعا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية، فتعطلت الأجهزة في هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيسي بفيروس من هذه الفيروسات. وأشعة جامايكا، ربما منكم من قرأ أو سمع إلى آخره، لكن أنا لا أجزم بشيء من هذا، إنما أنا على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده، سيهيئ الكون لمراده، سيهيئ الكون لما قضى وقدر ودبر سبحانه، لأن الكون لا يتحكم فيه أحد من الخلق، ولا تحكم الكون والأرض قوة من القوى أو دولة من الدول، لا 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 والله، بل الكون كله يدبره رب العالمين سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره، وهو القادر على كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولازلت أذكر وأنا في إحدى الزيارات لأمريكا، حينما سألني أحد الإخوة الأفاضل كيف يقول الرسول عليه السلام وألوان خيولهم ويعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون كما سنرى، كيف ونحن نرى الأسلحة الآن تختلف؟ قلت والله لا أدري، الله أعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة هذا اليوم قدر الله عز وجل أن يأتيني أحد الإخوة ليصطحبني معه في سيارتي الخاصة، وكانت أحدث موديل سيارة مرسيدس، أحدث موديل، وتعلمون طرق أمريكا، وكنا في وقت الشتاء القارس، ونزل ضباب لا يمكن أن ترى من خلاله أي شيء، وإذ بالأخ فجأة يتوقف. قلت سبحان الله، يتوقف، السيارة موجودة، أحدث موديل، الطريق ممهد مليئة بالبنزين، قائد السيارة موجود، وفجأة أنزل الله جنديا من جنده، فتعطلت الميكانة، وقفت في مكانها، لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة. قلت لا إله إلا الله، فالله على كل شيء قدير، لكنني لا أستطيع البتة أن أجزم بشيء وأقول هذا هو مراد رسول الله، فهذا ضرب من المجازفة، فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بعض الملاحم وتحدث عن الأشراط، ومع ذلك أيها الأفاضل تدبروا معي، أقول لا يستطيع عاقل على وجه الأرض فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم أو لقيام الساعة. أكرر، لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة، لأن هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة، يخاطب نبينا المصطفى، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إمتى معدها، ما وقتها، وأين ستقع، وفيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة، فقال المصطفى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يا الله، أمين أهل السماء يسأل أمين أهل الأرض عن الساعة، متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل يعلم أنه لا يعلم عنها شيئا، ولا جبريل نفسه يعلم عن وقتها شيئا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا كان أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض لا يعلمان شيئا عن وقت قيام الساعة، فلن بغي لعاقل أن يجزم بأن الساعة ستقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني إلى آخر هذه الكلمات والتواريخ التي قرأنا منها، يعني تواريخ كثيرة، وقد حذرت مرارا من ذلك، لأن هذا ضرب من المجازفة، وهذا جهل متين، وهذه رقة في الدين. لا يستطيع عاقل أن يقول بأن القيامة وبأن نهاية العالم ستقوم في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني، أبدا أبدا. ومع ذلك أقول أيها الأفاضل، الله سبحانه وتعالى الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه بل عن الملائكة المقربين، أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم على أمارات أو علامات أو أشراط الساعة. نعم، أطلعه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، إن مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، يعني يعلم وقت قيام الساعة وحده، لم يطلع عليه ملكا ولا مرسلا ولا نبي مرسلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أقول ومع ذلك أطلع الله نبيه على الأمارات، على العلامات، على الأشراط. فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله ابتداء في حق نبيه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال الله عز وجل، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي وهو يشير إلى فمه الشريف المبارك، أكتب أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. يقول حذيفة بن اليمان، والحديث في الصحيحين، لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. يا الله، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. بل قال المصطفى، اعدد ستا بين يدي الساعة. والحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك قال المصطفى، اعدد ستا بين يدي الساعة. ما هي؟ نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه السلسلة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يجعلها دافعا لنا إلى العمل الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.